السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد للقناة النهاردة هنتكلم على حاجة بنسمع عنها كتير قوي، وهي طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس، أو بنسمع على زجاج الجوريلا. بنشوف موبايلات كتير جدا بيبقى مكتوب من ضمن المواصفات بتاعتها ان هي الشاشة عليها طبقة حماية جوريلا جلاس. بنشوف حاجات كتير، بنشوف جوريلا جلاس 5، بنشوف جوريلا جلاس 3، بنشوف جوريلا جلاس 6، وبنسمع برضه عن حاجة جديدة اسمها جوريلا جلاس فيكتس. طيب ايه قصة الجوريلا جلاس باختصار شديد؟ هو يا جماعة طبقة حماية مكونة من ازاز، بس بيتعمل له خلطة مخصوصة. الخلطة دي فيها بوتاسيوم وبيتعرض لدرجة حرارة بتبقى حوالي 400 درجة مئوية. طيب ايه الفكرة او ايه الميزة اللي تخلي الازاز ده او الطبقات دي بنشوفها على موبايلات كتير جدا؟ ليه الطبقة دي يعني ايه حكايتها او ايه القصة، وممكن تبقى مميزة الى اي مدى؟ زي ما احنا عارفين يا جماعة، شاشة الموبايل هي بتعتبر اهم حاجة في الموبايل كله، بمعنى ان الموبايل ده شاشته لو اتكسرت او الشاشة باظت، تكلفة تصليحه بتبقى ممكن تبقى قريبة من تمن موبايل جديد. فهي اخطر حاجة في الموبايل، وخصوصا موبايلات التاتش في الوقت الحالي، هو الموبايل كله معتمد على الشاشة، فلازم يبقى فيه حماية كافية للشاشة علشان نحافظ عليها، خصوصا ان الناس يعني بتشتري الموبايل النهارده، الموبايل بقى ميزانية، ما بقاش بأرقام قليلة. يمكن شوية جه عليه فترة كان أسعار الموبايلات قلت شوية، بس دلوقتي بنتكلم في أرقام فلكية، بنتكلم في موبايل ميزانية، موبايلات ب 3 4 5000 جنيه، الموبايلات بتوصل 20 30000 جنيه، طبعا بقت ميزانية كبيرة جدا. طيب عشان يبقى في شرح مبسط لموضوع الجوريلا جلاس، هي بتنتجه شركة اسمها جوريلا جلاس، تمام؟ الشركة دي شركة أمريكية، المنتج هو اسمه كورنينج جوريلا جلاس. هو زي ما قلنا خلطة بيبقى فيها بوتاسيوم، وبيبقى بيتعرض الإزاز لدرجة حرارة 400 درجة مئوية علشان يزداد صلابة. طيب بالأرقام كده عشان بس نقربها لبعض، هي الفكرة كلها مدى متانته ايه. طيب هنقول دلوقتي يا جماعة عندنا لوح إزاز عليه طبقة جوريلا جلاس. لو بنتكلم في متانة، فاحنا بنتكلم ال 2 مللي من الازاز ده بتساوي 10 مللي من الازاز العادي، فاحنا بنتكلم على قوة متانة مش عادية. طيب موضوع بقى الفيكتوس اللي احنا قلناه من ضمن الحاجات، هو طبعا اصدارات بدأ، شفنا كورنينج جوريلا جلاس، وبعد كده شوية بدأنا نسمع على كورنينج جوريلا جلاس 3، بعد كده 5، بعد كده 6 كان احدث حاجة، واخر حاجة نزلت بعديه اللي هو فيكتوس، وكان اول موبايل ينزل فيه كان اللي هو جالاكسي نوت 20 الترا، لان طبعا سامسونج في فئة النوت بتهتم جدا بالموبايل ده، وده يعتبر الموبايل بريميوم بتاعها. طيب الجوريلا جلاس زي ما بنتكلم في فكرة الحماية بتاعته، هي الهدف الرئيسي بتاعها ان هي يدي قوة صلابة للموبايل علشان يقلل شوية من فكرة الكسر، أو فكرة إن الموبايل الشاشة ممكن تتكسر أو تتشرخ أو تبوظ. فهو ده الهدف الرئيسي اللي بيخليهم يحطوا طبقة حماية ده. فطبعا يوم ما بتنقي موبايل ويكون عليه طبقة حماية بالشكل ده، فأنت بتنقي موبايل مميز، بتنقي موبايل فعلا هيفرق معاك، ما تبقاش بترمي فلوسك في الأرض. لا، بص كويس أوي في المواصفات وشوف فعلا عليه طبقة حماية ولا لأ. وفي موبايلات بتبقى الكومبوننتس بتاعتها كلها بتبقى من الازاز، يعني بيبقى البادي بتاع التليفون ازاز في الوش وفي الظهر، وطبعا بيبقى عليه طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس، حاجه طبعا هتبقى هايله جدا، وخصوصا الموبايلات اللي بتبقى ازاز بتبقى من اكتر الموبايلات اللي هي بتبقى الخدشات مقاوم للخدش، ما بيتخربش تقريبا خالص، دايما بيلمع، بيتنظف بسهوله، عملي جدا. ممكن شويه يكون لو حد مثلا ايده بتعرق ولا حاجه بيضايقه شويه، بيحتاج ان هو يجيب له جرام، لكن الموبايل بيفضل فخم وبيفضل بريميوم طول ما انت بتستخدمه. طيب الشركات اللي بصراحه بوجه لها شكر كبير جدا، وهي شركه شاومي، لانها حريصه جدا انها تنزل معظم تليفوناتها بطبقه الكورنينج جوريلا جلاس، وكمان بتنزل البادي بتاع التليفون كله جلاس، فطبعا دي حاجه بتبقى بصراحة عملية جدا.
فانا حبيت بس ان انا اتكلم على مساله الكور من جوريلا جلاس او الجوريلا جلاس اللي احنا ازاز الجوريلا اللي احنا بنسمع عنه كتير جدا، بس احنا مش عارفين هو هيفيدنا في ايه او ممكن نوصل معاه لايه. فهو يا جماعه فكرته ان هو مجرد طبقه حمايه بنحطها على بيحطوها على الشاشات عشان تحميها، لان النهارده الشاشه تمنها هي اغلى حاجه في الموبايل وممكن تمنها يوصل لتمن الموبايل. فدي حاجة كويسة جدا لو انت بتفكر تشتري، ركز جدا ان يكون الجهاز اللي انت هتقتنيه عليه طبقة حماية، ده لمصلحتك، لان وارد جدا الموبايل يقع من ايدك، يتخبط، يتكسر، فحرام بعد الميزانية اللي انت دفعتها والفلوس اللي انت جبتها، خصوصا الموبايلات النهاردة بقت بأرقام كبيرة جدا، ان انت تخسر الموبايل عشان حاجة بسيطة زي كده. وشكرا، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. ميرسي جدا، شكرا، باي.